والله طبعا يعني امبارح انا شفت طبعا اخر حلقه التقييم الى حد ما يعني بناء عليها حبدا اغير استراتيجيه شويه مركزي اتاخر شويه فعملت تغيير شامل للاستراتيجيه بتاعتي واعتقد الاسبوع ده ان شاء الله هنشوف شغل احسن ان شاء الله. في استراتيجيتي انا بحب ابني مواقف على اسس ماليه او اسس تحليليه شويه، لكن طبعا اعتقد ان يعني بناء على حلقه امبارح او التقييمات اللي حصلت امبارح اعتقد شويه ان لازم الواحد اول حاجه يكسر من تدوير محفظته، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم الى حد ما تكون المضاربات اسرع برتم اسرع شويه من المعدل العادي. لازم نستغل فروقات او الاسهم اللي تجربتها قليله عشان نقدر نحقق فروقات اسعار معقوله وفي نفس الوقت هامش ربح معقول، يعني عشان لحد ما نحول او نخلي راس المال يتحقق في ربح جيد. يعني طبعا انا اول ما وصلت على احسنت افتح السوق تقريبا ب 12 وربع، فكنت مبيت اسهم وهذا شيء بخوف مني، بس كنت عم اتابعهم على الموبايل يعني الاسهم، فكان امورهم تمام، كنت شاري في دار وصروح وارتدوا وحققوا لي شويه مكاسب، بس يعني وهلا بعتهم وخليت الكاش معي. انا كنت كمان من احد النقاط يعني المهمه بالاستراتيجيه الجديده اللي انه راح استخدم الاسهم. بالعاده نحن بالتداول الحقيقي بنستخدم الاسهم اللي بتشكل نماذج ارتداديه او انعكاسيه، هون لا انا بدي هلا استخدم النماذج الاسهم اللي عم تشكل حركه عرضيه، عرفت شلون، بين نقطتين معلومتين، هدول رح يكون فيهم مارجن ربح كويس، حركز عليهم، انا بلشت هلا احصيهم هدول الاسهم، حركز عليهم حيكون فيهم مارجن ربح جيد وبنفس الوقت مش خطرين يعني. أول ما بديت تداولاتي في أسهم كنت ما أخذتها يوم الخميس، فبديت أشتغل عليها أني أعرضها للبيع، والحمد لله في أسهم انباعت عندي وفي أسهم للحين موجودة. في البداية أني أنا وصلت للمرحلة الثانية، هاي كانت بالنسبة لي مفاجأة. بعد ما وصلت للمرحلة الثانية وشفت نفسي أني أنا في الصدارة، حاولت أني أحافظ على مستواي، أني أتم في المراحل الأولى أني ما أتأخر، أني أحافظ على المقدمة. طبعا هاي الأشياء كلها يتمم مني والدرب. أول شيء أنا دخلت البرنامج هذا أن هاي أول خطوة لي في قناة CNBC أني أنا أتداول فعليا عن طريق الويب سايت. تجربة كانت أول تجربة لي وبصراحة تعلمت وايد منها. الحين صار عندي فضول أتعلم أكثر وصار عندي حب، أنا حب أني أتعلم أكثر، أني وصولي لمرحلة الأسبوع الثاني أني وصلت للمرحلة الأولى، هذا خلق عندي حماس أكثر أني أنا إن شاء الله أحافظ على المستوى هذا وأتعلم وأحاول أني أطور نفسي أكثر عشان ما أتراجع للخلف. فتح السوق يعني تقريبا كان متباين، في بعض الاسهم كانت شوي انه مرتفعه وما اخذت وقت كثير، رجعت ارتدت بسرعه يعني يرجع السوق هلا على تباين يعني مش يعني ماشي ستريت، وتقريبا عملت صفقتين اليوم، صفقه بنك السلام البحرين وعامل ليميت داون، فقلت عسى ولعل انه ممكن يرجع يقلب ان شاء الله خير مبدئيا، بما انه المحافظ متقاربه فهذا بيعطيك انه حذر شديد، يعني لازم انه تكون كثير حذر وتحاول توسع الفارق يعني انه وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، بس لكن لازم تحاول انك توسع الفارق. عم بعمل جاهدا انه انا اوسع الفارق بيني وبين المتسابقين الثانيين، وما في حدا سهل بيناتهم يعني ما شاء الله كلهم يعني متمرسين وعندهم خبره في الموضوع يعني. كانت هذه آراء المتسابقين خلال الأسبوع الماضي، دعونا نراهم على أرض الواقع وكيف كان التداول بالنسبة لهم. ودعوني أبدأ مع ياسر ونقول له الحمد لله على السلامة. ياسر، أنت كنت متغيب عن الحلقة الماضية وكنت بأمريكا، خبرنا كيف كان التداول بالنسبة لك بأمريكا كون كان في فرق بالتوقيت. أول شيء شكرا جزيلا،
والله وفاق الوقت هو اللي أتعبني صراحة. فرق تقريبا 13 ساعة بيننا وبين الإمارات. فالاستراتيجية اللي صراحة وضعتها إنه بس بداية التداول أول ساعة وآخر ساعة من التداول. بس المشكلة هي بآخر ساعة بسبب فرق الوقت مثل ما قلت، إنه تقريبا الساعة 1:30 يكون في الإمارات وفي أمريكا الساعة 2:30 بالليل. فاستغلت آخر ساعة فيها إنه أقدر أشتري صراحة وأبيع طبعا بالتتابع. يعني بداية أول ساعة من تداولي أعمل تحليل لكل الأسهم اللي أشوف فيها تداول، وآخر ساعة كمان بحاول إنه يعني صراحة بشتري، وقبل ما يسكر السوق 10 أو 4 ساعة ببيع الأسهم. يعني إن شاء الله تكون وفقت بالتداولات بأمريكا، وإن شاء الله رح نشوف اليوم. منتابع محفظتك ياسر، خلينا نشوف طارق. أوكي. طارق، في إلك خبروني في ناس معينين عم بيتابعوك خلال المحفظة. الوالدة عم بتتابع البرنامج؟ بالضبط طبعا. عم بتركز الظاهر مش على التداول، عم تركز على البدل اللي عم تلبسها. خبرنا. مظبوط مظبوط مظبوط. طيب شو، ما عم بتتابع تداولاتك ولا محفظتك؟ لا بتتابع والله، بس هي بتتابع طبعا، يعني نفسها طبعا ان انا اكسب طبعا اكيد. فرحانه طبعا ليا على طول بتتابع، بس بتقول لي كمان بستنى الحلقه من الاسبوع عشان تقدر تشوفني في التلفزيون اتليست، يعني كيف بشرح وكيف بشوف بناقش التداول بتاعي. يعني رضا الوالدين اهم شيء. أكيد ان شاء الله بتكون موفق. خبرنا شوي هالاسبوع كيف كان بالنسبه لك طارق. والله انا في وجهه نظري الاسبوع ده كان احسن من الاسبوع اللي فات بالنسبه لي. يعني عدلت شويه من الاستراتيجيه بتاعتي، بدات اركز شويه الى حد ما على المضاربات. السوق كان الى حد ما ماشي في اتجاه افقي او يعني مائل للنزول قليلا، فكان الواحد ما ينفعش يعني، او كان مفضل عدم الاحتفاظ ببعض بالاسهم في الاسبوع ده. وكان من الافضل سياسه المضاربه في الاسبوع ده في وجهه نظري. نعم، نسمع راي عبد الله جارك كمان ونشوف شو عبد الله لك جمهور الله. كبير الظاهر، خبرنا عن جمهورك. لا الجمهور طبعا نفس كل اي متسابق من الاهل والاصدقاء متابعين شوي في تويتر يعني بعض المواقع. شو التعليقات؟ اكثر تعليق عم بيقولوه بس انت تطلع تعلق، شو عم بيخبروك؟ والله الاغلبيه يشجع والحمد لله، والبعض يعني اراهم تبين انهم مش يعني مش فرحانين بالموقع اللي انا فيه، يعني قريب من النهايه، فبنداوم نوعدهم ان شاء الله انه يتحسن الوضع. يلا ان شاء الله امنياتك تتحقق. خبرنا سريعا كيف كان الاسبوع بالنسبه لك. والله في هذا الأسبوع في أول يومين كنت يعني متبع نفس الخطة اللي مضيت في أول أسبوعين، وشفتها يعني ما كانت مفيدة جدا على وضع القوانين ووضع السوق بشكل عام، فغيرت الخطة تقريبا في اليوم الثالث يوم الثلاثة، والحمد لله يعني أحس أنه في تحسن، فإن شاء الله تبين ما يعني مدى نجاحها في الأسابيع القادمة إن شاء الله. وخلال الحلقة رح نعرف كيف محفظتك كانت عبد الله. لكن مشاهدينا الآن دعونا نتوقف مع النصيحة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وبعد الفاصل سنبدأ ونرى وضع المحافظ 12 بالنسبة للمتسابقين. تجنب الشائعات واستثمر في أسهم الشركات التي توفر الإفصاح الدوري لبياناتها المالية وقراراتها الجوهرية.